Hospice? You talking about hospice? في العاشر من أبريل عام 2024 توفي الرياضي الأمريكي والنجم التلفزيوني الأسبق أوجي سيمبسون عن عمر يناهز 76 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان سيمبسون يعتبر في يوم من الأيام أحد أفضل نجوم الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، كما أنه لعب دور البطولة في عدد من أفلام هوليوود الناجحة، ليصبح واحداً من أهم النجوم المؤثرين في المجتمع الأمريكي بشكل عام في حقبة الثمانينيات والتسعينات. لكن صورته تغيرت بشكل لا رجعة فيه بعد أن ألقي القبض عليه في عام 1994 بتهمة القتل الوحشي لزوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها الناديل رونالد جولدمان. وقد وصفت محاكمة النجم الأمريكي ذو الأصول الإفريقية بمحاكمة القرن، نظرا لأنها كانت مغطاة تلفزيونيا بالكامل، وحظيت تلك المحاكمة بأعلى نسب مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنسرد لكم تفاصيل محاكمة القرن في الولايات المتحدة الأمريكية وقصة النجم الأمريكي الشهير، والذي كان ثريا بما يكفي لتوظيف واحد من أعطى فرق المحامين في التاريخ، وسنترك لكم الحكم في النهاية، لذا لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. كانت نيكول براون سيمبسون تبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما التقت للمرة الأولى بأوجي الذي كان يبلغ من العمر 29 عاما في ذلك الوقت. وكان سيمبسون لا يزال ظهيرا خلفيا في فريق بافولو بيلز لكرة القدم الأمريكية، وبعد 11 عاما من ممارسة تلك الرياضة بشكل احترافي كان سيمبسون قد تحول لأسطورة، وكان يتمتع بشعبية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية. انجذبت نيكول بقوة شخصية أوجي الجذابة ووقعت في غرامه، وانتهى الأمر بينهما بالزواج في العام 1985. وفي ذلك الوقت كانت مسيرة أوجي الرياضية تشرف على الانتهاء بعد أن تم إدراج اسمه في قاعة مشاهير دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين. بعد سنوات من زواجه من نيكول اقتحم أوجي عالم السينما، حيث شارك في بطولة فيلم نيكيد جان مع الممثل الكوميدي الشهير ليزلي نيلسون. وعقب نجاح هذا الفيلم اشترك أوجي في العديد من الأفلام الأخرى، الأمر الذي ساهم في ازدياد شعبية وشهرة أوجي بشكل كبير. على الرغم من النجاح الباهر الذي حققه سيمبسون على صعيد العمل، لم تكن الأمور في المنزل تسير على ما يرام، حيث أن الشهرة التي كان الرجل يتمتع بها جلبت له الكثير من المعجبات، وكان متعدد العلاقات النسائية، وقد أدت تلك السلوكيات لنشوب الكثير من المشاجرات والمشاكل بينه وبين زوجته. وفقا لرواية عدد من الشهود من المقربين من الزوجين، فقد كان النجم الأمريكي يتمتع بشخصية عنيفة بعض الشيء، وكانت تلك الشجارات عادة ما تنتهي بتعرض نيكول للاعتداء الجسدي على يد زوجها. وكان الأمر يصل إلى حد كبير أن تصاب نيكول بكدمات وجروح في جسدها بسبب تلك الاعتداءات. أدت تلك الشجارات في نهاية الانفصال الزوجين في العام 1992 بعدما تقدمت نيكول بطلب طلاق من المحكمة، لكن على الرغم من ذلك الانفصال حافظ الزوجين على علاقة متقطعة، وكان سيمبسون لا يزال واقعا في غرام زوجته الشابة، وكان يغار عليها بشكل جنوني، حيث كان عادة ما يفتعل معها الشجار إذا علم أنها كانت تواعد شخصا ما، لدرجة أن نيكول اضطرت في بعض الأحيان للجوء للشرطة بسبب مضايقات زوجها السابق. في ليلة 12 من يونيو من عام 1994 عثر زوجان كان يسيران مع كلبهما على جثتي نيكول التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 35 عاما، وصديقها المقرب الذي كانت تواعده في ذلك الوقت رونالد جولدمان البالغ من العمر 25 عاما، خارج شقتها في منطقة برينتود الفارهة بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقد تعرض كلا الضحيتين للنحر.
تواصل الزوجين المذعورين على الفور مع رجال الشرطة الذين أرسلوا وحداتهم إلى مسرح الحادث. ومن النظرة الأولية على الجثتين كان من الواضح أن سبب ارتكاب تلك الجريمة كان الانتقام، وأن الجاني كان غاضب للغاية من الضحيتين لسبب ما، خصوصا نيكولا التي كانت على وشك أن تتعرض لفصل رأسها من جسدها. في ليلة وقوع الجريمة كان طفلان نيكولا الصغيران نائمين في منزل سيمبسون الذي لم يكن يبعد كثيرا عن مسرح الجريمة، ولذلك فقد انتقل المحققون على الفور إلى منزل النجم الأمريكي لإخطاره بنبأ مقتل زوجته. وعند وصولهم للمنزل بدأ المحققون في الاشتباه في أن سيمبسون كان في الحقيقة متورطا في تلك الجريمة. لإبداء حسن نواياه سمح سيمبسون للمحققين بالدخول للمنزل وإلقاء نظرة عليه، وقد لاحظ رجال الشرطة وجود بعض نقاط الدم على الممر الخاص بالمنزل الفاره الذي كان يقيم فيه، فيما لاحظوا أيضا وجود زوجا من الجوارب الملطخة بالدماء في غرفة نومه، فضلا عن عثورهم على قفازات يتطابق تماما مع القفاز الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة. وكان من الواضح أن أوجي فشل في إخفاء هذا القفاز، حيث إن المحققين عثروا عليه ملقا على الأرض في الحديقة الخلفية من المنزل عندما كانوا في طريقهم للخروج. بالإضافة إلى ذلك، عند خروجهم من المنزل لاحظ المحققون أن سيارة سيمبسون من طراز فورد برونكو بيضاء اللون كانت مركونة بطريقة غريبة بجانب المنزل، كما لو أن النجم الأمريكي قد ركنها على عجل، وفي داخلها عثر على بعض أثار الدماء أيضا، إلى أن الدليل الدامغ الذي جعل المحققين متأكدين من أن سيمبسون كان خلف تلك الجريمة هو العثور على عينة من دمه في مسرح الجريمة. وعن حديثهم معه لاحظ المحققون أنه كان يعاني من جرح في إصبعه. أوضح أوجي للمحققين أنه كان في مطعم ماكدونالدز في حوالي الساعة 9 مساء مع كاتو كايلين الممثل المكافح الذي كان يعيش في منزل من طابق واحد في ملكية سيمبسون، وبعد رحلة الوجبات السريعة عاد إلى منزله حتى غادر إلى المطار حوالي الساعة 11 مساء. عندما حاول المحققون الاستفسار منه عن سبب الجرح الذي أصيب به أخبرهم أنه لا يتذكر تحديدا ما الذي جرى، مشيرا إلى أنه يمارس عددا من الرياضات التي قد تؤدي إلى مثل هذا الجرح الدموي كرياضة الجولف وغيرها. قام المحققون أيضا باستجواب بعض أفراد أسرة الضحية وأصدقائها المقربون الذين أكدوا أن نيكول كانت في الفترة الأخيرة قلقة على حياتها للغاية، حيث إنها أخبرت عددا منهم أن الأمور كانت سيئة للغاية بينها وبين زوجها السابق، وأسرت لبعض منهم بأنها تشعر بأنه سيقتلها. بعد جمع كل تلك الأدلة تم إصدار أمر بإلقاء القبض على سيمبسون، وقد رتبت السلطات مع محاميه روبرت شابيرو بأن يقوم النجم الأمريكي بتسليم نفسه بهدوء عند الباب الخلفي للسجن بحلول موعد نهائي محدد يوم الجمعة 17 من يونيو من عام 1994. لكن سيمبسون لم يحضر أبدا وتم تعاقبه في نهاية المطاف في سيارة فورد برونكو بيضاء اللون مطابقة تماما لسيارته التي تحفظ الادعاء عليها مع جملة الأدلة. اتضح في نهاية أن تلك السيارة تعود لإيسي كاولينغ، وهو رياضي شهير كان زميلا لأوجي عندما كان يلعب كرة القدم الأمريكية، وقد اشترى الصديقان هاتان السيارتان سويا. على إثر ذلك بدأت مطاردة بوليسية هي الأشهر تقريبا في تاريخ الجنائي الأمريكي على شوارع مدينة لوس أنجلوس، وقد تم بث تلك المطاردة على الهواء مباشرة وجذبت أنظار المشاهدين في جميع أنحاء البلاد، كما أنها جذبت العشرات من الأشخاص الذين تجمهروا على جانبي الطريق وبدأوا يهتفون باسم سيمبسون. تواصل إيسي الذي كان يقود السيارة مع الشرطة عن طريق رقم 911 وأخبرهم أن أوجي كان ممسكا بمسدس ويصوبه نحو رأسه. 911, what are you reporting? This is AC. I have OJ in the car. Okay, where are you? Please, I'm coming up the 5 freeway. Okay. Right now we're okay, but you gotta tell the police to just back off. He's still alive, that he got a gun to his head. Okay, hold on a minute. Monica? He just wanna see his mother. Let me get him to the house. Okay, hold on a moment. لكن دوريات الشرطة
استمرت في تتبعهما دون اعتراض طريقهما. في النهاية عاد سيمبسون إلى المنزل وتحصن هناك لمدة ساعة تقريبا قبل أن يقرر تسليم نفسه للسلطات، وقد عثر رجال الشرطة بحوزته على مسدس ماغنوم وحقيبة سفر تحوي جواز سفره ولحية وشاربا صناعيين، مما يوحي بأن سيمبسون كان ينوي الفرار، وقد زاد ذلك من شكوك المحققين حوله وساهم في أن يسوء موقفه أمام المحكمة بشكل أكبر. ظن المحققون وممثل الادعاء أنهم كانوا يملكون قضية صلبة وأنه كان من السهل عليهم أن يقنعوا هيئة المخلفين بإدارة سيمبسون بالتهمة المنسوبة إليه، لكن ذلك لم يجعل النجم الأمريكي ييأس وقام بتوظيف ما سمي لاحقا بفريق الأحلام للدفاع عنه، حيث كان الرجل يملك ما يكفي من المال لتوظيف أشهر وأبرع المحامين في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. بالإضافة إلى شابيرو، قام سيمبسون بتوظيف جوني كوكران المحامي ذو الأصول الإفريقية الذي اكتسب شهرة غير مسبوقة عن طريق ترافعه في قضايا العنصرية الممارسة ضد مجتمع السود من قبل رجال الشرطة، وكان الرجل يملك كاريزما خاصة وأسلوبا أخاذ، فضلا عن روبرت كارداشيان والد كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع والذي كان صديقا مقربا من سيمبسون في ذلك الوقت، وكلا من ألان ديرشوفيتس وفرانسيس ليبيلي وباري شيك. جاء اعتقال سيمبسون في وقت كانت فيه العلاقات العرقية بين الأمريكيين السود وشرطة لوس أنجلوس في أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث توالت اعتداءات الشرطة الوحشية على المواطنين من الأصول الإفريقية وعلى رأسها قضية رودني كينغ الذي تعرض للضرب المبرح على يد رجال الشرطة في العام 1991. وبطبيعة الحال فقد استغل جوني تلك الأحداث وقام بتقديم القضية على أن أسطورة كرة القدم الأمريكية الذي كان يعد مثالا يحتذى به بالنسبة للمجتمع الأسود قد تم استهدافه بشكل غير عادل من قبل رجال شرطة عنصريين. بدأت إجراءات محاكمة سيمبسون في العام 1995، وقد سمح القاضي لانس إيتو بدخول كاميرات التلفزيون إلى قاعة المحكمة، فحول القضية إلى مسلسل تلفزيوني قانوني حقيقي يعرض كل يوم أمام أعين الجمهور الأمريكي. خلال المحاكمة الطويلة التي دامت 8 أشهر، تم عزل المحلفين في فندق محلي وقطعوا عن جميع قنوات التلفزيون والراديو والأخبار، خصوصا بعدما أن أصبحت القضية هي شغل المجتمع الأمريكي الشاغل في ذلك الوقت وحازت على نسب مشاهدة قياسية. استدعى الادعاء شقيقة نيكول دينيس براون التي أدلت بشهادتها بكية بشأن العنف المنزلي الذي قالت إنها شاهدته بعينها، كما ركزوا أيضا على أدلة الدم والحمض النووي الذي اعتقدوا أنه ربطت سيمبسون بمسرح الجريمة. ولكن في خطأ فادح، تلقت قضية المدعين ضربة قوية بعد أن طلبوا من سيمبسون تجربة القفازات التي عثر عليها في منزله وفي مكان القتل، ولم يتمكن نجم كرة القدم من وضع يده عليها بالكامل، وكان من الواضح أن قياسها لا يتناسب معه. تلقى الادعاء ضربة مدمرة أخرى عندما ظهرت الأشرطة التي أظهرت مارك فورمان المحقق الذي عثر على جمع معظم الأدلة المادية من منزل سيمبسون وهو يستخدم عبارات عنصرية أثناء التحدث مع كاتب سيناريو يجري بحثا عن فيلم. طعن محامو سيمبسون في نزاهة التحقيق وزعموا أن فورمان ربما يكون قد دس الأدلة عن عمد لتدمير صورة الأمريكي الأسود الناجح وتصوير الأمريكيين ذو الأصول الإفريقية على أنهم مرتبطون دائما بارتكاب الجرائم مهما بلغت مكانتهم الاجتماعية. يبدو أن خطة فريق الأحلام الذي وظفه سيمبسون للدفاع عنه قد نجحت في النهاية، حيث لم يلزم الأمر من هيئة المحلفين سوى 4 دقائق فقط لتبرية سيمبسون من تهمة القتل العمد التي وجهها له للدعاء. على الرغم من الحكم، كانت عائلة نيكول كولدمان لا تزال مصممة على تحقيق العدالة ورفعت دعوى قتل غير مشروعة ضد سيمبسون في المحكمة المدنية، وهذه المرة أدين سيمبسون بالمسؤولية عن مقتل زوجته وحكم عليه بدفع تعويض لعائلة الضحية يقدر بحوالي 33 مليون دولار أمريكي. لم تكن هذه نهاية مشاكل سيمبسون القانونية، حيث تم إلقاء القبض عليه من جديد في العام 2007، وهذه المرة بتهمة السرقة والاعتداء والاختطاف، وذلك بعد أن اشترك مع عدد من المسلحين في اقتحام غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية في محاولة منه لاستعادة بعض التذكارات الرياضية
التي سبق أن باعها بالمزاد العلني بسبب إفلاسه. هذه المرة كانت الأدلة التي جمعت ضد سيمبسون كافية لإدانته من قبل المحكمة، فضلا عن أنه لم يكن يملك ما يكفي من المال لتوظيف فريق أحلام جديد للدفاع عنه، ولذلك فسرعان ما أدين سيمبسون وحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 33 عاما. تم إطلاق سراحه في عام 2017 بعد أن قضى 9 سنوات فقط في السجن وعاش ما تبقى من حياته بعيدا عن الأضواء.